يقول السائل: أنا أسكن مع أبي وهو متخاصم مع عمي، وأمرني أن أقاطعه وأن لا يذهب أولادي إليه، مع العلم أني متزوج بابنة عمي، فماذا أفعل؟ لا تطعه في المقاطعة، سل رحمك، سل أقاربك، ولا تطع أخاك ولا غيره في المعصية، لأن قطيعة الرحم معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.